كما عودناكم في سيدتي أن نطرح لكم أحدث التقنيات وكل ما هو في جديد في عالم التجميل والعناية بالجسم. في هذه الفقرة راح نتكلم عن ابتكار جديد في عالم تنحيف الجسم، وهي عملية تسمى بال360 أو 360 درجة، ونطرح نتعرف اليوم عنها أكثر وعن هذه التقنية وكيف تعمل. ونرحب طبعا بضيفنا في الاستديو الدكتور أمير مراد، استشاري جراحة التجميل. دكتور أمير، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. احنا دائما كده نجيبك معنا في المواضيع اللي هي صعبة، مثيرة للجدل وصعبة. نعم. وتكون زي ما يقولوا عليها حديث الساعة. صار لنا فترة نسمع عملية ال360 أو ال360 أو نعم. إيش هذه العملية بالضبط؟ هي العملية، أولا شكرا على الاستضافة، وأنا وسهلا فيكم. يوم الجمعة ما شاء الله شغالين كويس. بالنسبة لعملية الـ 360 هو عبارة عن تجميع عمليات مع بعض، فهو عملية شفط دهون البطن، شفط دهون الخواصر، وشفط دهون الظهر في نفس العملية، في عملية واحدة 360، يعني داير ما يدور المريض. صعبة. والله صعبة. مو صعبة إذا عملت لي المراجعة أو المراجع المناسب. إذا احنا بنختار مراجع أو مراجعة مش مناسبة فكل شيء صعب. صح. لازم يكون المريض، إيش هو المناسب؟ يعني مين المناسب؟ سؤال جدا جدا ممتاز، وهذا كله يعتمد في النهاية على خبرة الطبيب. نعم. اللي أجسامهم، وحنيجي بعدين في الحديث، خلينا نقول على أمانة الطبيب، لا نقول خبرة الطبيب. ممتاز، كمان أمانة الطبيب، بس هي خبرة الطبيب يعني إن شاء الله مرتبطة مع أمانته، لأنه الطبيب اللي مو أمين خبرته ما حدهم كثير. صح. دكتور، انا ما ودي انا اقاطعك في النقطه، بس في دكاتره كثير يستقبلون بنات يحتاجون لتكميم. نعم. او تحويل مسار. نعم. يكون عندهم وزن زايد ويقول لا سوي هذه ممكن تفيدك، مع انه الصدق انه مستحيل. خطأ. انها تفيدها، ممكن تسبب لها مضاعفات اكثر من انها 100% صحيح كلامك 100%. وللاسف احنا بنحاول دائما يعني نوجه الاطباء المستجدين او اللي بيتخرجوا من برامج حديثه انه الموضوع هو في النهاية مهنة طبية، ما هو تجارة. نعم. صح بناخذ أجر عليها وكذا، ولكن ما هي تجارة، هذه حياة مريض، وهذا طب في النهاية وعلم. وهذول إن شاء الله بيتوقفوا sooner or later بسبب مضاعفات، بسبب مشاكلهم، بسبب عدم ربنا بيوقفهم، وبالنهاية ما يمشي إلا الصحيح. فنرجع على موضوع مين اللي بيستحق 360. ما هم أكثر المرأة اللي حملت ووضعت 2 أو 3 أو 4 بيبي أو 7 بيبي، هذول على الأغلب 95% يحتاجوا شد البطن وشفط معها. فهذه ما هي 360، هذه شد الجلد البطن، لأنه في العضلات ارتخت، الجلد أكيد ترهل مع الانتفاخ والنزول، انتفاخ والنزول، خلاص صار في جلد مترهل. صح. هذا ما حيروح لا ب 360 ولا بفيزر ولا بجي بلازما ولا بأي جهاز. بعدين عندك على النقيض تماما البنت اللي ما حملت ولا شيء، وعندها شوية دهون، ما هي مستاهلة تدخل على عملية 360. ممكن بالأجهزة الحديثة هذه، أطباء الجلدية أفهم مني فيها، تكسير الدهون الخارجية وكذا، تعطيك نسبة تحسن بسيطة، وهم أصلا ما يحتاجوا إلا نسبة تحسن بسيطة. بعدين عندك اللي بينهم، أوكي، بنت عندها دهون في منطقة البطن، عندها دهون في منطقة خواصر، عندها دهون في منطقة الظهر، ولكن الجلد مشدود، هذه بتاخذ 360 بكل أمان وبكل سهولة وبأقل مضاعفات إن شاء الله. طيب دكتور، خليني أسألك، هل تعتبر هي بديلة؟ برجع أسألك مرة ثانية عشان أبغاك تتعمق في الإجابة شوي عشان يكون في وعي كثير عند البنات. هل تعتبر بديلة عن عمليات تحويل المسار أو التكميم؟ لا أبدا، هذه عمليتين مختلفة تماما. عملية تحويل المسار والتكميم بيحتاجها النساء أو الرجال اللي وزنهم جدا زايد، بتكون الكتلة الحجمية حقتهم فوق 40، بيكون عندهم مشاكل صحية في الركب، بيكون مشاكل عندهم في الضغط في السكر، فهذول يحتاجوا عمليات السمنة المفرطة اسمها، وهذه عمليات داخلية بيقوم فيها جراحين الجراحة العامة وجراحات السمنة. عملياتنا ليست بديلة بأي شكل من الأشكال عن هذه العمليات. نجي على البي ام اي، الكتلة الحجمية اللي بين 40 و30، هذه نبغى المرأة أو الرجل يشد حيله معانا شوية، ينحف شوية قد ما يقدر، يوصل للـ30 لسه في دهون هنا زايدة ولا جلد هنا زايد، إحنا نساعده. صح. عرفتي كيف؟ يعني جدا مو واضحة، بس بالنسبة لنا خلاص صارت جدا سهلة إنه نفرق بين هذا وهذا، كل حالة وحالة. نعم.
طيب دكتور، الآن لو أنا من الأشخاص المناسب لي عملية الـ 360، نعم تمام، أوكي، جلدي مشدود ولكن لي بعض الدهون، إيش اللي ممكن يمنعني أني أسويها؟ هل أمراض مزمنة؟ يعني لو أنا عندي ضغط، سكر، أشياء، الآن جسديا أنا مناسبة، نعم، لكن هل في موانع أخرى ممكن تمنعها؟ الموانع حتكون موانع صحية، يكون عندك مثلا تخثر الدم، في مشكلة في تخثر الدم. عادة هدول البنات ما بيكون عندهم لا سكر ولا ضغط الحمد لله. إذا كان في سكر لازم يكون معالج ومنتظم، إذا كان في ضغط كمان بتاخذ حبوبها وأدويتها ومنتظمة، فما في مشكلة إن شاء الله. بس هذه هي الأشياء، زي مثلا تخثر الدم هو أكثر شيء بيخوفنا، إذا البنت على أسبرين لأي سبب من الأسباب لازم توقفه قبل 10 أيام. وبس. وبعدين كمان الأهم من هذا كله السايكولوجي، يعني بنت تحت 19 جايه تبغى تعمل شفط، هي لسه مش عارفه هي ايش هو سبقى. هذا اصلا بالضبط بالضبط يعني. وبيجوني للاسف بنات مع امهاتهم، يا دكتور سوي لها خشمها، سوي لها بطنها، ما يحتاج. يعني مثلا خشمها في شويه انتفاخ في الارنبه، اقول لها انت متضايقه منه، البنت صغيره انت متضايقه، تقول لا والله بس امي تقول لي بسوي عمليه. ما في داعي، حرام يعني، لا يجوز. عرفت كيف؟ اقول له روحي خذيها، تعالي لما تصير فوق 19 20 21 تكون النمو ادركت هي ايش قاعده تسوي، ايش قاعد يصير فيها بالضبط. بالضبط. وهنا بندخل في موضوع ال شو اسمه في التجميل، الهوس التجميلي اللي بيصير في المستقبل بيكون من واحده من بنات زي هذولي، تكون تعرضت لعمليه تجميل، تعرضت لعمليه ما هي ناجحه، لان الدكتور زي ما قلتي بس يبغى المكسب وعملها في عمر صغير، لما كبرت وصارت 20 21 يا اخي مو عاجبني. في حل لهذه الشغلات، في عمليات تجميل انف، انا عملت واحده، خليني اعمل ثانيه، خليني اعمل ثالثه، وندخل في الهوس والمشاكل حقت التجميل. فنفس الشيء بالنسبه للدهون، عمرها يكون مناسب، واعيه، فاهمه، مو بس الصحيه، الصحيه الحاله الصحيه كمان الحاله النفسيه او نفسيا. صحيح. والله يا دكتور انا ابغى بطني تكون مشدوده شد زي عارضات الازياء، لو هي تعرف حياه عارضات الازياء ما طلبتها. عرفت كيف؟ صحيح. وما في احد طبيعي، انسان طبيعي جميل او بنت طبيعيه جميله عندها فلات 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 الا ما ندر. عرفت كيف؟ لما نقعد في تنيات لابد يعني. لابد بالضبط. حتى الرياضيين عندهم الطاقه هذه. طيب دكتور خليني اسالك، ايش هي الاضرار الجانبيه لها؟ الاضرار الجانبيه لعمليه 360 اللي هي شفط الدهون، هي اضرار الجانبيه لعمليات شفط الدهون عموما، اوكي، والعمليات عموما، اذا خاصه اذا كان التخدير كامل، فعندك مشاكل التخدير، وهذه ما شاء الله تطورت بشكل فظيع الفتره الاخيره، فما في منها مشاكل. مشاكل العمليات العامه زي النزيف، زي الالتهابات، الندبات الصغيره اللي بنفتحها عشان ندخل فيها كمان شيء جدا بسيط، وبعدين ندخل بالمضاعفات الاكبر زي، وهذه تعتمد جدا على خبره الطبيب. للاسف دخول الانبوب الشفط في مكان ما مفروض يدخل فيه. اوكي. بهذه يعني مو نادر، اقول لك انا ما عمري سمعت عن قصه مع طبيب جراح هو عامل عمليه بيده صارت معاه هذه المضاعفه. تكون اما ما هو جراح، زي في كندا في قصه في طبيبه طب عام اكيد مش عارفه وين داخل الانبوب. اوكي. أو يكون طبيب ما هو متمرس على هذا الموضوع أبدا. بس عموما هذه أحد المضاعفات لازم نقولها، وبنقولها لكل مريضة وبتوقع عليها، ممكن تصير، أنا حتى مو ملاك، ممكن تصير معايا، بس الحمد لله ما صارت، وإن شاء الله بالخبرة والدقة والروية في العملية إن شاء الله ما بتصير. طيب أنا دكتور الآن أنت تتكلم أن الأنبوب دخل في مكان مش لازم يدخل فيه. نعم. يعني جتني صور ذهنية مزعجة، ممكن تحكي لك عن تقنية العملية؟ يعني هي كيف أنا آسفة، يمكن هذا سؤال، يمكن لو حكاها الدكتور ما حد بيسوي عمليات. لا ممكن أقولها، ما عندي مشكلة، وأشرحها لكل مريض في كل عيادة. أي مريض بيجي للسؤال هذا بنسأله، بنقول له إياه. فأول شيء بنفتح فتحات صغيرة في الجسم، بندخل منها أنبوب صغير وطويل عشان يدخل السائل اللي بيعمل انقباض للأوعية الدموية داخل الجسم. وبيدخل مخدر كمان داخل الجسم، أوكي، وإحنا شغالين كله في طبقة الدهون اللي موجودة سواء في البطن أو الخواصر أو الظهر، أوكي. فدخلنا في هذه المنطقة، زدنا حجمها بالسوائل هذه عشان تقليل الدم اللي حيطلع معنا بالشفط، وتخدير المنطقة، حتى ممكن تكون تخدير موضعي إذا كانت منطقة صغيرة، إذا 360 عادة تخدير كامل. إيه. دخلنا، أنا قاعدة أتخيل.
فدخلنا بالأنبوب هذا، خلصنا عبين المنطقة، نعطيه 15 دقيقة أو 20 دقيقة لما يشتغل الأدوية تشتغل كويس فيها. بعدين ندخل بأنبوب أكبر بشوية، أوكي، حوالي 4 ملي، وندخل ونشفط الدهون اللي نبغى نشفطها من هذه الطبقة. فوق هذه الطبقة هو الهواء، ما في شيء برا، يعني إذا دخلنا بالجلد وطلعنا من طرف ثاني، طلعنا من الجلد طلعنا على الهواء، بس الطرف الثاني من جوا في الأمعاء وفي الأحشاء وفي الأوعية الدموية، زي ما قلنا ما نخوف الناس. أنا قاعدة أتخيل، أنا مرة شفت فيديو زي كذا في أنابيب تطلع وتدخل وسكرت مباشرة. طب يعني كمية الأشياء اللي داخلة وطالعة من جسم. أنت مبنجة ومخدرة ماشي، بس بعد العملية أودي، بعد العملية ما له دخل بعد العملية؟ ما في، زي ما قلنا بنحط مخدر موضعي في داخل العملية، بعد العملية ما في آلام كثيرة، ندبات الجرحات هذه الأنابيب اللي طلعت ودخلت هذه شو وضعها؟ بنحاول أماكن صغيرة ومخفية ما تكون واضحة جدا. بس احنا قاعدين نتكلم الحين عن اشياء زي البرامج اللي بتطلع في التلفزيون ديسكفري، الطيارات اللي طاحت في عالم الطيران، ما حد حيسافر بعدين، عرفت كيف؟ اخوي دائما يحب يتكلم على هذا الموضوع، انا اقول له وقف، عندي سفره الاسبوع الجاي لا تكلم. طيب دكتور مراد، في اشياء كثيره بعض النساء او الرجال يخافون انهم هم يدخلون عمليات جراحيه. ايوه، هل ممكن نلقى بديل عن العمليه الجراحيه؟ تطرقنا لهذا الموضوع في البداية. للأسف مو كل الناس يقدروا يأخذوا هذه البدائل. وزن معين، وزن معين تكون أصلا لو إحنا شفنا إحنا الثلاثة نقول إيش تبغى تجبيل، إيش تبغى عمليات أنت؟ روحي شوفي الأجهزة حقت الأطباء الجلدية. بس في بنات مثلا ما يبغون جذري، حل قطعي يومين ثلاثة. في ناس لا، ما تبغى حل جذري اللي هي العمليات الجراحية، تبغى أشياء بديلة عن العمليات الجراحية. لا تقول رياضة. حلو، بس هي حالتها تستدعي جراحة، بس ما تبغى جراحة، ما في بديل. أي ما في بديل، للأسف ما في بديل. طيب في دكاترة يقولك مثلا باللشب، الأجهزة هذه البي جي ما بتنفع للأسف. أنا يا رب أنه هذا الكلام يسمعونه كثير من البنات، لأنه صدق فيه كثير، بس للأسف لا، هذا الصدق تضيعة مال، ويمكن أنا أكون مستفيد. يعني أنا مثلا صاحب العيادة، صاحب العيادة أقول لك ما تيجي عندي، روحي عند فلانة تسوي لك. أنا والله حتى لو في العيادة اللي شغال فيها أقول لها روحي بيتك، ما في شيء، ما في بديل لهذا الشيء، ما حتتغير، ما حتستفيدي. مصرة روحي جربي، بس بقول لك من الحين مضيعة فلوس، أوكي؟ صح، يا تعمل الشيء الصحيح أو لا تعملي. أقدر أنا أوصل من هنا إلى هونولولو بدون طيارة، هونولولو بال شو اسمها هواي، أقدر أوصل بدون طيارة؟ لا. هل في بديل عن الطيارة؟ لا. مستحيل. طب أقدر أوصل من هنا لجدة بدون طيارة؟ نعم، في بدائل، الرحلة صغيرة كذا، ممكن أروح بالسيارة، ممكن أروح بأي شيء تاني، بس ما في بديل، لازم يستوعبوا ما في بديل. صح. طيب دكتور أنا هرجع لك، أنا واحدة من صاحباتي لسه عاملة 360 عندي لا بدبي بس عاملتها، بس إلى اليوم صار لها يمكن شهر خلصت من العملية، بس إلى اليوم تتألم، إلى اليوم كل شوي رايحة على الطوارئ تقول أنا أموري طيبة يعني ما في شيء، بس الألم اللي أحسه بعد العملية هل هذا هو الطبيعي؟ لا لا، بصراحة لا. يعني أنا لما أشوف مرضايا في العملية بعدين بشوفهم بعد أسبوع، ما بتجيني مريضة بتقول لي والله الأسبوع اللي مر علي أسبوع دمار، ما عشت، ما في شيء، عرفت كيف؟ وقفي، خلينا نشوف بطن، شوف ظهر، شوف ما في مضاعفات، خلاص أمورك تمام، روحي البيت. وبيجوا على العيادة ماشيين، وبيروحوا من العيادة ماشيين. فهذه البنت إذا صار لها شهر بتعاني وبتروح على الإسعاف، ما هو الطبيعي بصراحة. يعني تقول لسه أنا أشعر في ألم، لسه جسمي بيشد علي، وسمعت إنه لازم بعد العملية تكون لازم لبس المشدات أو ما شابه. نعم. لازم هذا الشيء. نعم لازم. الآلام طبعًا لازم نتذكر دائمًا إنه الآلام شيء شخصي. نفسي. الآلام threshold تبع الألم عندي غير عندك غير عندك. كل واحد بيتحمل الألم بطريقة معينة. فمثلا نرجع دائما على عمليات الأنف. في حياتي كلها ما في غير مريضين اللي جو قالوا لي إيش هذا الألم، شيء مو طبيعي يا دكتور اللي شفناه. والمليون مريضة اللي غيرها، مليون مو هي مليون بس هي صفة الكثرة، ما عمره أحد تكلم فيها. بالعكس، يعني بدخل عليهم بعد العملية بثمان ساعات أو تسع ساعات أطمن عليهم، كيفك؟ ما في شيء، ما في ألم، ما في شيء، لا ما في شيء يا دكتور. طب الحمد لله، روحي بيتك، عرفت كيف؟ ونكون كسرنا العظم، ونكون عملنا كل شيء في الأنف. ونفس الشيء بعمليات الشفط، نشوفهم بالليل أمورهم تمام، بيروحوا البيت. يمكن لأنه لما تدخل جوا هذه الأشياء فيسبب حرق أو شيء، خاصة الفايزر هذه الأشياء، فتحس بألم الحرق من داخل. أيوة،
نجي نتكلم على مش البدائل هذه، الإضافات اللي ممكن نضيفها على العمليات حقتنا اللي ممكن تعمل آلام، ممكن تعمل مضاعفات أخرى غير المضاعفات اللي تكلمنا عليها. إيه؟ عندنا تقريبا جهازين، ما نبغى نسميهم بالأسماء، بس واحد بيعطي الأشعة، أشعة صوتية، هذه الأشعة بتتحول إلى داخل الجلد، نبغى إحنا طاقة لشد الجلد شوية. فهذا الجهاز بيقولوا أنه هذه الطاقة بتتحول، الطاقة صوتية بتتحول تدخل إلى الجلد، بتعمل شوية حرارة وانكماش للجلد. طيب أنا لما استخدم طاقات إضافية أكيد يمكن الآلام بتكون إضافية، المضاعفات ممكن إضافية، تجمع السوائل، تجمع كل أشياء بتزيد. إحنا بنعمل إجراءين، في الإجراء الثاني اللي هو بيستخدم غاز الهيليوم مع الموجات الصوتية يدقق أنه وين تدخل الطاقة، وين بتحفظ في الجلد في المنطقة المعينة عشان نشد الجلد في هذه المنطقة. نفس الشيء، بيعطي طاقة، بيعطي هيليوم، أنت قاعد تحط غاز تحت الجلد، هذا الغاز ممكن يتجمع، ممكن يعمل لك مشاكل، ممكن الآلام تكون أكثر. فممكن صاحبتك استخدم الجهاز آخر معهم، we don't know the details، بس ما هو طبيعي بصراحة. الطبيعي هو أنه عمليات التجميل بالعكس بيقولوا بيطلعوا من العملية مبسوطين، كانوا خايفين كثير من الأشياء اللي سمعوها وقروها قبل كده، ولما جو تفاجأوا أنه الحمد لله الأمور تمام. أنا من هذول الأشخاص اللي عندي رهاب لعمليات التجميل، يعني في أشياء مثلا أبسطها زي دائما أقول أنا أحتاج أني أسوي خشمي، بس دائما كل ما أتخيل أقعد أتخيل كيف هتتم العملية وكيف هيكون بعد العملية والألم اللي بعد العملية أتراجع لمجرد فوبيا للألم. هو يعني في لحظة من اللحظات لازم توكلي أمرك لربك، عرفت كيف؟ أنت عملتي الواجب اللي عليك، دورتي على أفضل الأطباء إن شاء الله واخترتي الطبيب، خلاص تتوكل على الله وتروحي له، بعدين خلاص لا تفكري بشيء ثاني. مسكنات، في شيء اسمه مسكنات، وبنعطي أشياء قبل العملية حتى مهدئ شوية عشان ما تدخلي غرفة العملية ما تدخلي برهبة وخوف منها. دكتور أمير مراد استشاري في جراحة التجميل، يعطيك العافية. ويا رب إن شاء الله تكون حلقتنا هذه بالذات هذه الفقرة يسمعونها كثير من البنات اللي حابين يعرفون أكثر عن التجميل. شكرا لك. الله يخليكم، شكرا زين، شكرا مشاهدينا. وبكذا خلصنا فقرتنا هذه، نطلع معاكم فاصل بسيط ونرجع لكم. جلابيات وعبايات صيفية بألوان زاهية وموديلات عصرية.